حكم اللقاء هيثم عثمان. ممكن ينزل علي فتحي في مركز الظهير الأيسر ويجي أحمد أيمن مكان بليا في مركز الظهير الأيمن، ولا ممكن ينزل صابر الشيبي، يعني عنده أكثر من خيار الكابتن حمدي حمدان. ضربة حرة عند المرسي على القائم الثاني، رأسية خطيرة جدا بتعدي الكرة والخطورة قائمة وبتخرج إلى رمية تماس. خرجت الكرة تماس لصالح نادي أسوان، بتتلعب الكرة عند حسام عرفات، يعليها حسام داخل المنطقة الرأسية بتعدي ويدخل جده، بترجع ليه عناني، رجعت بتلعب الكرة عند زياد، يعلي الكرة زياد، خطيرة جدا المحاولة لكن يطلع يمسك كورته اسلام، لما مسكهاش حافظ عليها اسلام. بيلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، برأسية من جاليليو، ضغط على حامل الكرة من جانب نادي أسوان، كرة من عند محمد مرسي يلعبها ليه الجابوني جاليليو، جاليليو يلعب الكرة عند حازم، حازم إبراهيم وسط الملعب عند اللاعب زياد سليمان، يلعب الكرة طويلة أمامية كاستيلو ومحمد همام، خلصها همام، محاولة خطيرة يسيبها هنا كاستيلو عشان ياخد ركلة مرمى. نلعب في الدقيقة الرابعة، طب زياد حازم إبراهيم يلعب الكرة عند نور علاء الدين، نور اللي طلعت لنور لكن ضغط هنا اللاعب عناني، خلص الكرة، بتلعب الكرة عند محمد حامد اللي بيلعبها طويلة ناحية جده، مفيش تسلل جده، يا سلام يا سلام يا جده يا رايق يا جده، لمح بس ان الحارس وليد توفيق متقدم، عملها تشيب باص من فوق وليد ويسجل أسوان هدف رصاصة الرحمة على النجوم، 2 أسوان ولا شيء النجوم، وهدف في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، 2 أسوان لا شيء. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء عرضية وبالبوكس على طول إسلام، خطرة جدا جاليليو يمسك كورتو إسلام سليمان. الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، هذه ممكن فرصة هدف ثالث لنادي أسوان، الكرة لو كان لعبها أسرع من كده. محمد حامد كرة ملعوبة، الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وأسوان يحصد على 3 نقاط قبل الخروج إلى دي كيرنس، وهذا هنا المرتدة لصالح نادي أسوان لكن يخلصوها لعب نادي النجوم، تتلعب الكرة أمامية، هل حيلحق اللاعب كريم مصطفى، حيلحق كريم لكن موجود في موقف تسلل ويطلق هيثم عثمان صفرة النهائي.